مرحبا. الليلة عيد الميلاد ويمكن في كتير عالم بتعطي الهم انه قديه بدهم ياكلوا. نحن بصحي وسريع بنقلكن انه بهالليلة عن جد تهنوا باكلكن وتذكروا انه هي بتكون ليلة من 95 ليلة اللي فيكن تاكلوا فيهم قد ما بدكن. فيكن اذا بتحبوا على الغدا تخففوا اكل، يعني تاكلوا تنقول شوية سلطة وشقفة لحمة، عشية تاكلوا عادي مثلكن مثل حيالله شخص موجود بالعيد، تاكلوا كمان قطعة بيش صغيرة، وفيكن بكرة اذا بدكن تقفوا الترويقة هيك بتعدلوا. كتير بيهمني انه تتهنوا بالعيد وما تكونوا مركزين او خايفين انه تشاركوا العيلة بهالطاولة هيدي الطيبة. كمان ما تنسوا انه بكرة انتو عم بتعيدوا الناس، مش ضروري بكل بيت تتضيفوا فيهم شوكولا وليكور واشياء كتيرة يلي ممكن تأثر على الوزن. تذكروا عطول الاعتدال هو مفتاح لكل شيء. ينعاد على الجميع.